ونروح مع حضراتكم لمحافظة المنيا، حيث وصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ممثلا في جمعية الأورمان جهوده في إعادة تأهيل أكثر من 25 منزل في قرية السرارية ضمن مبادرة إيد واحدة، واللي بتستهدف دعم أهالينا في مختلف محافظات الجمهورية ومساعدتهم على تحسين أحوالهم المعيشية. مزيد من التفاصيل نتابعها مشاهدينا في هذا التقرير. الحياة تحولت من يأس الأمل في قرية السرارية، واحدة من القرى الأكثر احتياجا بمركز صملوط بمحافظة المنيا، وده بعد دخول جمعية الأورمان واحدة من كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ليها، واللي قامت بتجديد 25 منزل بكل الخدمات اللي محتاجها المكان، وده ضمن مبادرة إيد واحدة اللي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع التحالف الوطني ومؤسسة حياة كريمة والهلال الأحمر المصري. موجودين ب 25 منزل إعادة تأهيل وإعمار، عبارة عن تأسيسات للمنزل، استكمال مباني، بنعمل تأسيسات كهرباء وسباكة ونقاشة. استلمنا البيوت ورفعنا المساحات وجينا اتعرفنا هنا على الأهالي، وبعدين بدأنا نرفع الواجهات وبدأنا نشتغل شغل استكمالات، وبعدين اشتغلنا شغل التعريش، حطيناه على البلاكاش والخشب كله. جمعية الأورمان سقفت المنازل بالألواح والعروق مع طبقة خرسانية وعزل للأمطار، وأسست الكهرباء والسباكة والسيراميك والنقاشة، وبكده البيوت تتسلم متشطبة بشكل كامل لأهلينا الأكثر احتياجا، وعشان كده شفنا الفرحة والسعادة على وشوش 25 أسرة مستفيدة. مشكورين جمعية الأورمان والتحالف الوطني على المجهود اللي عملوه معانا. عملوا كل حاجة، يعني غطونا نظافة وبلط حلو وحاجات حلوة ومية وسيراميك ودنيا وحاجات حلوة. أنا وأولادي فرحانة وأشكر جمعية الأورمان وكل الناس اللي عملت لنا حاجات الحلوة. فرحانة طبعا، لو قعدت مليون سنة ما كنتش هقدر أعمل اللي هم عملوه. أنا كنا فين وبقينا فين؟ أشكر الناس اللي وقفت معانا كلها، وأولهم جمعية الأورمان. اللي بيقوم بالتحالف الوطني من دعم اجتماعي لأهلينا الأولى بالرعاية في جميع المحافظات هو تنفيذ لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، عشان ننقل أهلينا الأكثر استحقاقا من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإنتاج.